السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغاليين. ان شاء الله النهاردة فيديو غريب، فيديو جديد. قابلني وانا ماشي والله عندنا في المحلة شاب مجتهد اسمه يوسف. حبيبي يا يوسف عامل ايه؟ يوسف بيبيع سمك يا جماعة، تمام، على الشو، يعني هو مكانه في ميدان الشو. بصوا يا جماعة تحت الكوبري على طول، اهو اهو. يوسف شاب مجتهد بدأ اللي هو يبتدي مشروع سمك، بيبيع كوبايه فيها سمكه وفيها زلط زي ما انتم شايفين كده. الكوبايه دي بكام يا يوسف؟ الكوبايه ب 10 جنيه. الكوبايه ب 10 جنيه، مكانك فين؟ ميدان الشغل، المحلة الكبرى ميدان الشغل. انت اللي عامل الحاجه دي؟ تمام. بيبقى معاك سمك بزياده بقى اللي انت بتنزل بيه بتحطه. بصوا يا جماعه اهو ما شاء الله. طبعا يوسف شاب مجتهد جايب زلط اهو، معاه جايب الكوبايات زي ما انتم شايفين كده اهو، الزلط اهو الكوبايات. الكوبايه من ديت ب 10 جنيه، الكوبايه اللي يوسف الشاب الجميل اللي عاملها ديت ب 10 جنيه. اه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بص هنا يا يوسف، بص هنا ما شاء الله يا جماعه، حاجه كويسه جدا. كوبايه من دي ب 10 جنيه، طبعا جميع الالوان زي ما انتم شايفين اهو، الواحده ب 10 جنيه. طبعا يوسف مجتهد فلازم تشجعه يا جماعه، ربنا يبارك لك يا يوسف وعايزك تستمر. حاجه كويسه جدا جدا بمرض الله، وحاجه كويسه طبعا لكل مجتهد نصيب، وانت بتسعى حاجه كويسه بموارد الله. طبعا جمال حرامي واقف وراه بيصور حاجه ثانيه. بسم الله ما شاء الله. بنورك يا جمال. لا عادي. بسم الله ما شاء الله. المكان يا جماعه زي ما قلنا المحله الكبرى اهو، عنده الكوبايه ب 10 جنيه. جميع الاشكال والالوان. طبعا الوان واشكال ما شاء الله ونظافه، يعني بمهارد الله حاجه كويسه جدا. فانا لفتني الشاب الجميل دوت، قلنا نصوره ننزله اليوتيوب، اي حد يعوز منه اي حاجه احط رقمه في البوست يتواصل معاه اهوت. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. كوبايه ب 10 جنيه. كوبايه من ديت ب 10 جنيه. بسم الله ما شاء الله، حاجة كويسة جدا، ربنا يزيده يا رب ويبارك له. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ب 10 جنيه جوه علبة. ما شاء الله. مش أنا العلبة. لا هو ده السمك. حبيبي يا يوسف، واتشرفت اللي أنا قابلتك، وربنا يرزقك يا رب ويوسع رزقك.